النهاردة ذكرى رحيل واحد من أهم الأسماء في تاريخ الفن السابع في تاريخ السينما المصرية، الفنان عماد حمدي. في مثل هذا اليوم عام 1984 رحل عن دنيانا فتى الشاشة الأول الذي تربع على عرش البطولة لسنوات، الفنان عماد حمدي. ولد عماد حمدي في 24 من نوفمبر عام 1909، وعقب حصوله على شهادة دبلوم التجارة تم تعيينه محاسباً في استوديو مصر، وفي فترة قصيرة تدرج في القالب الوظيفي حتى أصبح مديراً للتوزيع. شارك حمدي في بداية مشواره الفني في عدد من الأفلام الدعائية التي تنتجها وزارة الصحة المصرية، وظهر لأول مرة على شاشات السينما من خلال فيلم عايدة الذي تم عرضه في عام 1942. تحمس له المخرج كامل التلمساني ورشحه للمشاركة في فيلم السوق السوداء إنتاج عام 1945، والذي عرفه الجمهور من خلاله وأصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة. تنوعت أدوار الفنان عماد حمدي ما بين الشر والرومانسي والتراجيدي، فقدم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية وصل عددها ل 285، تنوعوا ما بين السينما والدراما، منها بين الأطلال، لا أنام، إني راحلة، ارحم حبي، سليمان الحلبي، وشوق. في مرحلة السبعينيات والثمانينيات بدأ يشعر بانسحاب البساط من تحت قدميه، وهداه التفكير إلى تغيير شكل الأدوار التي يقدمها، فقرر المشاركة في أعمال هامة منها سواق الأتوبيس، الخطايا، وأم العروسة. قام ببطولة العديد من الأفلام الهامة لنجيب محفوظ، منها خان الخليلي، ميرامار، ثرثرة فوق النيل، الرجل الآخر، والمذنبون. وقد توفي توأمه عبد الرحمن، مما أثر على نفسية عماد حمدي كثيراً، وترتب على ذلك عزلته في بيته حتى تدهورت حالته الصحية وأصابته بالعمى التام في سنوات حياته الأخيرة، ليرحل تاركاً تاريخاً لا ينسى.